سكريهم منيح احسن ما يشرشروا بالسياره. سكرتهم منيح، لا تخافي. وانت حطهم منيح بالسياره بلا ما ينكبوا على الطريق. سليمان، بس المهلبيه كتير سخنه. لا تخافي، لبين ما توصل بتكون بردت. تعال خدهم، بس انتبه منيح بلا ما ينكبوا بالسياره. لا تاكلوا هم. طيب خليني اروح معهم. قلت لك ما في داعي تروحي هلا، احسن ما يصير عجقه بالمشفى يا بنتي. خلص المسا بتروحي معنا، ليش العجله؟ بنتي خدي الفطاير وطلعيهن لفوق. ماشي. الاكل جاهز؟ سعيد عم يحطهم بالسياره، واعطيته الاواعي كمان. كثير منيح، بدكم شيء؟ مع السلامه، سلمي لي عليه. قولي له ياكل منيح. ها بدي روح ولاقيه مخلص كل الاكل. ماشي، خاطركم. شوفي شو مشيكة حالها. ألو، أهلين. ما بقدر أحكي هلأ، بعدين بحكي معك. ماشي، أكيد رح أتصل. وليش ما بتقدر تحكي هلأ؟ ما حبيت تحكي قدامي ولا لتكون هي رفيقتك؟ أنا ما عندي رفيقة، يعني حتى لو في ما رح خبي عليكي. ليش لحتى أكذب؟ Mm-hmm.